أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في تقرير جديد من Equity Global Markets. شارف الأسبوع على الانتهاء ويبدو أن الأسواق لا تزال تقيم قوة للدولار الأمريكي، حيث جانيت يلين يوم أمس عززت مجددا قوة الدولار الأمريكي مع التفاؤل بإمكانية أن يكون هناك رفع ثالث لأسعار الفائدة هذا العام، حيث قللت من أهمية تراجع التضخم ووصفته بالمؤقت، وأكدت على أن التباطؤ في تشديد السياسة النقدية من شأنه أن يكون له آثار سلبية على الاقتصاد، وكأن يعني هناك دفع حثيث لأن يكون هناك رفع ثالث لأسعار الفائدة هذا العام. طبعا ترجمت ذلك الأسواق أو الدولار الأمريكي بمزيد من الارتفاعات. على جانب ذلك أيضا قدم دونالد ترامب الخطة المرتبطة بالضرائب والتي تستهدف تخفيضات في الضرائب على الشركات بحوالي من 35% إلى 20%، وأيضا تخفيضات على الشركات المتوسطة، وكذلك تخفيض على الدخول أو أصحاب الدخول المتوسط طبعا من مستويات 39% إلى مستويات 35%. هذا من المتوقع أن يلقى نوع من الانقسام في التأييد داخل الكونغرس، حيث وصف الديمقراطيين البرنامج الجديد للضرائب بأنه لم ينصف أو لا ينصف الطبقة المتوسطة، وإنما يراعي الطبقة الغنية على حساب الطبقة المتوسطة. طبعا هذا البرنامج اللي هو الأول منذ 30 عام، يعني أول تعديل بهذا الحجم وبهذه الضخامة في برنامج الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، هل سيلقى الموافقة من داخل الكونغرس مجريات أحداث تمرير هذا القانون عبر الكونغرس سوف يكون لها تأثير كبير في الأسواق. حتى الآن هناك نوع من التفاؤل والانتعاش في الأسواق الأمريكية بناء على البرنامج الجديد أو الأجندة الجديدة المتعلقة بتعديل النظام الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كذلك لدينا مجموعة من البيانات الأوروبية التي صدرت خلال تعاملات اليوم، في مجملها كان إيجابي، أعطت بعض البوست أو الزخم بالاتجاه الصاعد لليورو دولار أمريكي، ولكن سوف نتحدث عن تفاصيله الفنية بعد قليل. قبل ذلك نشير سريعا إلى أنه كان عندنا أيضا حديث لكارني ودعم بعض الشيء ارتفاعات في الجنيه الاسترليني نتيجة زيادة تأكيد أن يكون هناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة، ولكن لا يزال الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة دون التوقعات أو دون المستويات الإيجابية بعد. هذه هي أبرز الأحداث. دعونا ننظر سريعا إلى أهم المنتجات وأكثرها تحركا خلال التعاملات اليوم. نبتدأ مع أول منتج لدينا اليوم، وهو منتج المؤشر الدولار الأمريكي. مؤشر الدولار الأمريكي DXY حاليا عند مستويات 93.16. إذا بنتذكر كنا ذكرنا يوم أمس أن المؤشر لا يزال يستهدف مستويات 94، والتي وصل قريبا جدا منها عند أعلى مستوياته اليوم تقريبا كانت عند 93.65 تقريبا، ولا يزال يستهدف مزيد من الصعود، ولكن هناك بعض التراجعات التصحيحية على مؤشر الدولار الأمريكي، خصوصا يعني يجب أن ننوه أن الفيدرالي الأمريكي متجه لرفع جديد في أسعار الفائدة، وفعلا هو بدأ بتقليص البرنامج، لكن تقليص الميزانية الضخمة بواقع 50 مليار، ولكن هذا ليس كافي حقيقة. يعني التقليص سوف يستمر لمدة طويلة حتى تعود ميزانية الفيدرالي متوازنة بعض الشيء، أو يعني أصغر حجما أو مثل ما كانت عليه قبل برنامج التيسير. وكذلك رفع أسعار الفائدة يحتاج إلى أن يكون أكثر يعني more aggressive خلال العام القادم، حتى يكون هناك تأثير أكبر على الزوج الذي سنتحدث عليه حاليا، وهو اليورو دولار أمريكي، حيث اليورو تراجع بشكل حاد. رأينا أنه وصل إلى مستويات قريبة من 1.1720، بررنا ذلك بأنه تم كسر حاليا عودة إلى ما فوق الاتجاه إلى ما فوق خط الاتجاه الهابط، كسر خط الاتجاه، عودة الاتجاه الصاعد، والآن اختبار تقريبا لمستويات 18 1.18. حقيقة
اختبار مستويات 1.18 كمستويات مقاومة. التمكن من اجتياز هذه المستويات سوف يقودنا مباشرة إلى مستويات 1.1870 مجددا بالاتجاه الصاعد، ولكن الزخم بالاتجاه الصاعد قد يكون أكبر حقيقة بالنسبة لليورو، لأنه اليورو على موعد أي تحديثات من قبل المركز الأوروبي حول بدء تقليص برنامج التيسير النقدي، لأنه إذا تحدث عن هذا الأمر فنحن نتحدث عن تقليص ضخم كبير بالنسبة لبرنامج التيسير النقدي الضخم أساسا الذي فوق 2 تريليون يورو من المركز الأوروبي. بالتالي سوف يكون الإمباكت أو التأثير من قبل السياسة وتعديل السياسة النقدية من المركز الأوروبي أكبر بكثير من قبل السياسة النقدية من الفيدرال الأمريكي. بكلمات أخرى، الانعكاس على ارتفاعات اليورو امام الدولار الامريكي ستكون اكبر بكثير من من على اليورو منها على الدولار الامريكي، بالتالي امكانيه الصعود سوف تكون ابرز. بالتالي يجب ان ننتبه الى ان كل هبوط حاليا على اليورو على المدى المتوسط الى الطويل هو فرصه جيده للعوده للاتجاه الصاعد. حاليا نحن نتحدث عن مستويات 1.18 تكون تمثل مستويات دعم مقاومة حاليا بالنسبة لهذا الزوج، وبالتالي إمكانية الارتداد منها تعود بنا مجددا إلى مستويات 1.1720 وهي مستويات الدعم بالنسبة للزوج يورو دولار أمريكي. آخر منتج رح نتحدث عنه هو الذهب. تمكن من تحقيق أهدافنا اللي ذكرناها يوم أمس، الوصول إلى مستويات 1282 دولار للأونصة، وما دون ذلك تقريبا وصلنا إلى مستويات 1280 دولار للأونصة. حاليا يتداول الذهب، أونصة الذهب عند مستويات 1282 تقريبا 70، وعند هذه المستويات ممكن جدا أن يواصل الذهب مزيد من الانخفاض. التارجت القادم تبعنا هو عند مستويات 1267 دولار للأونصة بالنسبة للذهب اللي هو تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي، تحت ضغط وجود الفرصة البديلة على لدى المستثمرين إجمالا، وانفتاح شهية المخاطرة بعض الشيء بعد تلاشي بعض التوترات الجيوسياسية الأخيرة التي كانت أثرت على مود المستثمرين إجمالا وسبب التراجعات في أسواق الأسهم. حاليا يعود الذهب بالاتجاه الهابط، إمكانية الضغط أكبر بحوالي 12 دولار أو أكثر بعض الشيء، تقريبا حوالي 16 دولار بالاتجاه الهابط ممكنة وواردة جدا، يحتاج فقط إلى إغلاق واضح 4 ساعات دون مستويات 1282 دولار للأونصة، بلا شك سوف يكون مناسب وجيد جدا لمزيد من التراجعات. هذا كل ما لدينا في تقرير اليوم، أشكر لكم المتابعة وأراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم.